Ain't too sure what I believe in, but I believe in what I see. And when I close my eyes, I see my whole life ahead of me. These are مديرتي الفاضلة، معلماتي وأساتذتي الأفاضل، أعلم أن وقت الفراق قد حان في هذه اللحظة الفارقة في حياتي، لكن الذكريات التي تحفر في قلوبنا لن يمحوها الزمن. ولقد شهدت هذه المرحلة لحظات من قلق وهم وفرح وسعادة، فكنتم لنا السند واحتويتم كل مشاعرنا المختلفة. أتيت في هذا اليوم لكي أجني ثمرات السنوات الماضية وأخطو أول خطوة في طريق أهدافي. أريد أن أتقدم بباقات الزهور لمديرتي ومعلماتي وأساتذتي الذين كانوا السند في تحقيق أهدافي. مديرتي الفاضلة، معلماتي وأساتذتي الأفاضل، أنتم شموع تحترق لتنير دروب الآخرين. عطاء وآمالا وتضحيات شتى قدمتموها لنا من أجل وصولنا للأسمى، ومعكم حققنا كل معاني النجاح والفرح، فشكرا لكم وشكرا لوجودكم في حياتنا. بحب أشكر مدرستي أول شيء، سبيشال إنه إحنا الجيل 50 اليوبيل الذهبي، وبشكر المعلمين والإدارة كلها قد ما تعبت معنا هاي السنة وعم بحاولوا جهدهم أكثر إشي إنه ما يروح علينا أي أكتيفيتي من دائما كل جيل بيسويها بنبص فيها كسينيورز. بحب أشكر هاي السنة أهلي طبعا، يعني دائما بحب أشكرهم. بحب أشكر دائما المدرسة عشان دائما كان تعاون معانا، سبيشلي عشان هاي السنة كان كورونا وكان كتير صعب يعني من كل النواحي، بس يعني تعاونوا معانا وخلوا الأشياء شوي سهلة. يعني بشوف حالي من هون لعشر سنين بكون قاعد لسه بدرس محاماة وبفوت بالتخصص بأميركا، وبكون تخرجت أنا من الجامعة بالبزنس. بحب أشكر المدرسة الأرثوذكسية، وأكتر إشي بحب أشكره أهلي الصراحة اللي حطوني بهاي المدرسة اللي الصراحة ما رح أنساها طول حياتي. بحب أشكر المدرسة على التجربة اللي أعطونا إياها، وكانت سنة ثقيلة علينا وعلى المدرسة، بس شكر للأساتذة خلوها تمرق بخير وسلام. طبعا بحب أشكر المدرسة والمعلمين على كل شيء عملوا لنا إياه هاي السنة مع أنه كان أونلاين ومش بالمدرسة. شكرا كثير للإدارة والمعلمين. صرنا إحنا والأساتذة زي إخوان، بطلنا زي إنه علاقة أستاذ وطالب، وهلأ بدنا نتخرج وخلص. ومن أحلى الميموريز من المدرسة اللي رح أتذكرها دائما هي لما كنا نقعد تحت الشجرة دائما ونحط أغاني ونتسلى بالبريكس، وإنه كلنا مع بعض 12 سنة كبرنا ورح نضلنا زي الإخوان. بس بدي أشكر المدرسة وبدي أشكر أصحابي عشان طول هالوقت وطول بكل المصاعب اللي إحنا مرينا فيها ضلهم معي، والمدرسة حاولت قد ما بتقدر تعمل عليها. بدي أشكر الأساتذة برضو.
وبس. وإحنا كتير بنحب المدرسة ومستحيل ننساها بحياتنا عشان هي اللي عملتنا مين إحنا هلأ. بدي أشكر بالذات الأساتذة خلال هدول الثمان سنين اللي أنا إلي فيهم بالمدرسة، لأنه فرجونا كيف نشتغل صح ووقفوا معنا وما قصروا معنا، بالذات هاي السنة اللي لا كانت سهلة على الطلاب ولا على الأساتذة. وأكتر إشي مستحيل أنسى وين ما بروح إنه إحنا جد عيلة واحدة، واللي بتخرج من أرثوذكسية جد محظوظ لأنه حس بالحب والشعور زي العيلة بين الأساتذة والطلاب. كل أستاذ أنا درسني تعلمت منه شغلة وكان له جزء بتنمية شخصيتي، فأنا حابة أشكرهم كلياتهم. وبالفعل يعني المدرسة ما بس علمتني إنه ما علمتني مواد وهيك، كمان علمتني كيف أبني شخصيتي من كثير أشياء. بنشكركم على كل شيء بتعملوه معنا، وبنعرف انه قديش انتم بتتعبوا معنا وقديش بتحبونا، ونحن بنحبكم من كل قلبنا لانه بنعرف انه انتم مثابه اهلنا كلياتكم. يعني والله كان سنه كثير صعبه علينا. وبعدين بدي اشكر اصحابي على الذكريات اللي سويناها هاي السنه. اللي راح احمله معي من الارثوذكسيه بس من هون لاكبر، يعني الارثوذكسيه اعطتنا كثير شغلات مش ممكن تنحصر باكم من ثانيه، بس منهم كانت الصحبات اللي راح تضل معنا كل عمرنا، المعلمين اللي كانوا يقضوا يتعبوا معنا كثير، وسبيشلي اخر سنتين قضيناهم اللي كان فيهم كورونا، وعلمونا قيمه الناس اللي حوالينا، وعلمونا انه وعلمتنا الارثوذكسيه قيمه الشغله، انه كيف بس تخسرها قديش بتكون قيمة عليك. خصوصا بهاي السنة الصعبة الإدارة ما قصرت معنا وضلت تجرب تسوي معنا نشاطات، وهلا صح ما زبط معهم بس ضلت تحاول المدرسة تسوي نشاطات. صحبتي مع أصحابي مع الأساتذة مع الإدارة، بس أكتر إشي مع أصحابي، يعني أنا راح أشوفهم، يعني هدول آخرية حياتي راح يضلهم. بعد 10 سنين أنا بشوف حالي فاتح شركات كتير وعامل كتير مصاري وعامل دونيشنز لهاي المدرسة عشان نكبر ونوسع اسمها حوالين كل الأردن. وأكتر إشي أنا بتذكره وصار معي موقف بضحك كان لما جيل كامل لحق وراي بيطحين. هاي بجوز من هاي من أحلى الذكريات اللي بالمدرسة كانت، مع أنها كانت محرجة بس برضو كانت بتضحك. وبدي أشكر المدرسة على التجربة الجميلة اللي أعطتنا إياها والأصحاب الكتار اللي عملناهم. وأضحك إشي صار معي لما فكروني نغم ورشوا علي طحين أنا بدل ما رشوا عليها هي. أنا كمان 10 سنين بشوف حالي بالجزائر بليونير إن شاء الله ومع مرتي أولادي ومبسوط. كان في دائما قيمة حيطة، وهدول واحدة من أكتر الأشياء اللي بيسلوا، والحمد لله يعني هلا قدرت اتعرف على ناس من خلال هاي اللعبه وشكلنا منتخب كبير قوي بالمدرسه، وان شاء الله يعني رح نتطور ورح نقدر نوصل هاي الرياضه لمحلات ثانيه. اشي بقدر احكي انه انا كثير بفتخر فيه بهاي المدرسه انه في اصحاب بقدر اسميهم هلا عيلتي، وفي بنات بقدر اسميهم اخواتي، وشباب بقدر اسميهم اخواني للاسف، ومتاكده 100% وحنضلنا اصحاب ل 20 سنة بكفي. صح؟ صح؟ كله بشوف حالي كمان 10 سنين قاعد ببيت أهلي. وأكتر شيء مبسوط عليه من هاي المدرسة إني تعرفت على كل أصحابي اللي هلا عندي إياهم وعلى الأساتذة اللي درسوني، وأنا جد مبسوط إني أنا كنت بهاي المدرسة. وإشي بقدر أحكي إنه المدرسة علمتني إياه إنه دائما نساعد بعض وهيك، فإن شاء الله من هون لعشر سنين بكون بأفريقيا قاعدة بساعد الفقراء. صح ما صلي بالأرثوذكسية أكتر من سنتين، بس كانوا أحلى سنتين بحياتي وعملت كتير ذكريات حلوة. I feel like I'm going to take away the creativity and innovativeness that I was able to come across this year. I think what I will take from the NOS is all the good memories that I had, whether it be with the drama club or genuinely with my classmates. It was truly a blast. For me, I would think that I would take away my friendships and the great memories I had with my friends and how we developed them. And how we're going to stay friends in the future. I feel like I would see myself going with a lot of my friends and taking my memories with them and all of my experiences with all of my friends. And through the sports teams such as handball, it's all of a new experience and it's all really helped me out in the future and it's going to. And I feel that's something that I'm going to take away with me. بدي احكي thank you to my teachers على كل شيء عملوا لنا اياه هاي السنه. It was a really tough year.
كانت سنة كتير حلوة حتى لو كانت أونلاين. تعلمنا كتير أشياء من المدرسة الأرثوذكسية، رح نشتاق لها كتير. بحب أشكر كل المعلمين والأساتذة على تعبهم وجهدهم معنا خلال هاي الفترة، وموفقين. بحب أحكي للزملاء الخريجين الله يوفقكم بكل خطوة بحياتكم وإن شاء الله نشوفكم بأعلى المراكز. بدي أحكي thank you to my parents for enrolling me in this school. And since grade one, this has been an amazing experience. I'm so grateful to be a part of the NOS family. Okay, so we've sacrificed a lot this year throughout Corona and everything that's happened. And I just would like to say thank you to our teachers, our staff, and everything else. أحكي شكراً للأساتذة اللي دعمونا وساعدونا بكل شيء مرينا فيه بهدول السنين، وإنه مع إنه كان في جائحة وكورونا وكل هاد لسه قدروا يعطونا أحسن تعليم. بدي أحكي إنه رح أشتاق كتير لعادات الشجرة وبالجو تبع الأرثوذكسية، ولكل حدا جيل بعدينا enjoy it. بدي أشكر my teachers especially for helping us during these tough times. I want to wish my fellow graduates good luck. أنا صار لي في هاد المدرسة من 14 سنة. هالمدرسة كتير أعطتني memories من رحل، من choir، من activities كتيرة رح أخذها معي لقدام بالfuture. I'd like to say a big thank you for all the teachers and my parents and everyone who helped to make this year better even though it was really tough. And I'd like to say for my fellow graduates good luck and I hope you have a great year. المدرسة الوطنية الأرثوذكسية ساهمت ببناء شخصيتي، عشان لو ما كنت بهاي المدرسة ما كنت رح أكون أنا. هاي المدرسة فيها كتير ذكريات ما بتخلص، من لما كنا نلعب زقيطة بالساحة، لما نقعد تحت هاي الشجرة، أو نزلنا الحصص نروح على الكافتيريا. فأنا كتير بتمنى إنه إحنا كلنا بس نكبر يعني بالمستقبل نقدر نحمل هاي الصفات اللي علمتنا إياها المدرسة، المحبة والتعاون مع كلنا مع بعض، ونضل بهيك جو الأرثوذكسية واحد. أوكي، آخر سنة ما كانت كتير من أفخم السنين، بس كل السنين اللي قبل نحن كتير تسلينا فيهم، وبشكر كل الأساتذة لأنهم تعبوا معنا وحتى تسلوا معنا بكتير أشياء. أنا بدي أشكر كل الأساتذة وكل الناس اللي بهاي المدرسة اللي خلوا هاي المدرسة تكون المدرسة الوطنية الأرثوذكسية اللي سمعتها بتجنن بالأردن، وكلنا بنعرف قديه الطلاب اللي بيطلعوا من المدرسة الوطنية الأرثوذكسية طلاب compassionate، طلاب بيساهموا على التعاون وبيساهموا على المحبة. الإشي اللي حملته معي من الأرثوذكسية هي الذكريات الحلوة من المعلمين ومن صحابي، وهاي من أفخم، أنا رحت على كثير مدارس، هاي من أفخم المدارس، من أفخم الإكسبيرينسز اللي عشتها بحياتي. وآخر إشي بحب أشكر المدرسة والمعلمين على كل إشي سووا لنا إياه وعملوا لنا إياه وتعبوا معانا فيه. ورح أتذكر كتير من الأشياء اللي صارت بالمدرسة، زي لما كنا نطنش الحصص ونهرب منهم ويضلوا المعلمين يلحقوا ورانا ويمسكوا فينا من الساحات. أنا رح أشتاق كثير للمدرسة ولجو المدرسة ولأصحابي بالمدرسة وكيف كانت جو كثير محبب. بحكي عن آخر سنتين كيف كانوا كثير صعبين علينا بالأول، بس بفضل الأساتذة وتعبهم ووقفتهم معنا صاروا أسهل بقى زي بآخر سنة. صراحة حاب أشكر كل المعلمين اللي درسوني بصف أول وصف 12، وحاب أشكر المدرسة الأرثوذكسية على التجربة اللي عشناها آخر 12 سنة. وصراحة آخر سنة بالرغم كل الصعوبات وكل الأشياء اللي مرينا فيها، كورونا والجائحة وهيك، فكثير كانت سنة يعني أونلاين كان شوي صعب أولها، بس أخير تأقلمنا وعادي. بشكر المعلمين على كل تعبهم، بدونهم ما كنت نجحت. هو بدي أحكي إنه عن الأونلاين، يعني بالبداية كانت إيش، أنا كثير كنت قصص صعبة وما كنتش أفهم إنه أكمل مادة، بس هلأ إنه بالنهاية عادي، إنه إشي واحد بيقدر يتأقلم فيه. بحب أشكر المدرسة والإدارة وكل المعلمين، وبتمنى الخير لكل زملائي اللي كانوا بالمدرسة، وبتمنى كل واحد فينا ينجح يوصل للي بده إياه. حبينا هون نقعد هاي القعدة عشان أول إشي نشكر المدرسة، خصوصا هاي السنة إحنا كخريجين مرينا في مرحلة التعليم بمدارس تانية كانت صعبة جدا، ولكن إحنا الحمد لله قدرنا نعدي منها بمساعدة الإدارة والمعلمين اللي ما قصروا معنا. بدي أحكي عن تجربتي بالمدرسة الوطنية الأرثوذكسية، كانت جدا تجربة رائعة. كل السنين اللي ربينا فيها بهاي المدرسة وتعلمنا منها أشياء عمرنا ما رح ننساها، ومن أكثر الأشياء اللي أكيد رح أتذكرها بالمدرسة كل الذكريات مع أصحابي، والأهم من هيك حتى ممكن كمان نحكي كل النشاطات والفرص اللي المدرسة بتوفرها للطلاب عشان تهيئهم للمستقبل. بدي أحكي طبعا يعني كل السنين اللي مرينا فيها في المدرسة يعني كانت يعني أحلى سنين حياتي،
ويعني هاي المدرسة وفرت لنا كثير أشياء وكثير نشاطات عملنا بهاي المدرسة، وجد يعني هي نمت شخصيتي. هسا أنا صراحة بحب أشكر كل الجمعية وكل المدرسة هاي عشان هي وفرت لنا من صف الأول لصف 11 فرص إنه مش أي مدرسة ممكن تعطينا إياها. وهيك كانت تجربة جدا ممتعة عشان مدرستنا بتتميز عن باقي المدارس إنه علاقة الأساتذة بالطلاب مش علاقة مجرد أستاذ وطالب، بس بتكون علاقة عائلة، يعني زي كأننا عائلة واحدة كلنا هنا، كلنا بنتعاون مع بعض. وطبعا كثير تعاوننا مع بعض هاي السنة عشان نقدر نخلص هاي السنة بنجاح ونجيب علامات ممتازة. شكرا. أنا بس بدي أشكر هاي المدرسة وأساتذة هالمدرسة اللي جد تعبوا عشاننا في هالمدرسة وغلبناهم كثير، يعني بس جد هم استحملونا كثير يعني بالآخر كله، كانوا يعملونا منيح بالآخر وماشي شغبنا كله، بس كنا نتعاقب وتعلمنا من هالعقوبات. يعني أنا بهاي المدرسة انتقلت بفترة كثير من عذبتني هاي الفترة، بس منها تعلمت كثير أشياء، حسنت شخصيتي، قدرت أتخرج من هالمدرسة، ولا حدا توقع مني إني أنا أقدر أتخرج، بس هذا اللي بدي أشكر المدرسة أني قدرت أتخرج من هنا. وأنا يعني بصراحة بحبش كثير أكتر حكي، فيعني أنتوا سمعتوها كثير بآخر السنين أنه المدرسة زي بيتنا الثاني، وأنا عن جد بحس الأرثوذكسية هي بيتي الثاني بصراحة، ورح أشتاق لكل إشي هون، للساحات، للصوف، للأساتذة، لأصحابي، يعني هذا الجيل كثير فخم طبعا. دوكسية. شو بحب أشكر أهلي إنهم دخلوني هاي المدرسة اللي هي بيتي الثاني. هاي المدرسة علمتني كتير أشياء، ومن ضمنهم إنه علمتني كيف أبني شخصيتي بطريقة كتير حلوة. بحب أشكر معلمينا، علمونا كيف نخوض بالحياة ونعرف نواجه أمورنا، وبنوا معنا علاقة مش بس معلم وأستاذ، بنوا كمان أصدقاء، كنا نقول لهم أشياءنا وكنا نفرح معهم ونحزن معهم. Thank you لكل المدرسة in general، سواء كان إدارة ولا معلمين، خصوصا المعلمين اللي تعبوا معنا كثير اخر سنه. بس بدي احكي انه ثانك يو للاساتذه وكل شيء، ساعدونا بكل مواد كل اشياء، واهالينا دخلونا هاي المدرسه. سينيور برانك اللي سويناها احنا والطلاب كانت ذكرى يعني حلوه، راح تضلها معي لسنين طويله. ممكن الووتر فايتس اللي كنا نعملهم، الالعاب اللي كنا نلعبهم بساحه خلال الفراش، هذول كانوا احلى ذكريات، احلى اشياء كانت تصير عندنا في المدرسه. هلا بالنسبه لي اكثر موقف كان حلو او بضحك اللي بالمدرسه لما تامن الف فزنا الدوري، كان ولا سنة من السنين فزنا الدوري إلا بصف الثامن، فيعني كانت أعجوبة لنا. طبعاً بدي أشكر أهلي اللي هم من بال 12 سنة الأخرانيات ما قصروا معي بأي إشي وساعدوني بكل إشي. أحب على آخر هاي السنة أشكر مدرستنا وأشكر أهلي وأشكر أصدقائي الأعزاء على الدعم اللي ساندونا فيه بهاي السنة الصعبة اللي كانت مش زي باقي السنين الطبيعية اللي شفناها من السينيورز اللي كانوا قبلنا. كانت أحلى تجربة إلي، كل هون بالنسبة لكم زي عيلة. حسيت حالي ببيتي الثاني، ما بتحس حالك غريب عن أي حدا، وهاي أحلى مدرسة صراحة بالنسبة إلي، بتتعرف على ناس جديدة. كتير رح أشتاق للذكريات اللي كانت في المدرسة، الأكل، لما كنا نقعد بالكافيتيريا، وكل هدول الذكريات رح يضلهم دائما بعقلي ومستحيل أنساهم حتى مع السنة الصعبة اللي عشناها. يعني عن جد حبيت هالمدرسة كتير لأنه تعتبر هيك لكل الطلاب زي العيلة ومع الأساتذة وكلنا أصحاب، وفي كتير عندي ذكريات حلوة فيها، بما أنه دوامت يعني ماكسيموم أبو شهر شهرين، بس عن جد كانت كثير اكسبيرينس حلوه. بدي اشكر المعلمات انه كثير سهلوا لي هاي السنه علي، مع انها كانت كثير صعبه، خصوصا انه اخذنا كل شيء اونلاين وهيك، بس عن جد بدونهم ما كنا زبطنا بامتحاناتنا، حتى بالاونلاين انبسطنا، ورح نشتاق لهم كثير لما نتركهم. وطبعا هاشتاق لكل حدا في المدرسه، زملائي، المعلمين، معلميننا تعبوا معنا بهاي السنه، شكر كبير لإلهم، ظلوا معنا ما تركونا. من تجربتي بالمدرسة أنا بحس إنه نادراً ما بنرتاح بمحل غير البيت لهالدرجة، وأنا بحس إنه هذا بيعود للأساتذة تبعونا والإدارة اللي ولا عمرهم عملونا كطلاب ودائماً عملونا زي كأننا إحنا أولادهم. One of my best memories in school were our physics classes. We always used to enter it with such excitement because we loved getting information from our teacher, and he always delivered it to us in such a great fun way, and it always used to make my day better. مع اني ما كتير داومت بالمدرسة خصوصا لاني جيت متأخر وبعدين صار كل كورونا، بس
يعني كثير انبسطت هون، كثير انبسطت بالاكسبيرينسز، كثير انبسطت بانه الفريندز. يا ريت قعدت اكثر عشان اتعرف على ناس اكثر، اعرف اساتذتي اكثر، بس الوقت القصير هذا اللي قعدت فيه كان كثير مفيد. ثانك يو. بحب اتمنى لفوز الخمسين سعاده وفرص سعيده بالمستقبل. وصار لي من صف اول بالمدرسه وهلا خلصت، وبدي اشكر كل المعلمين على كل شيء عملوا لنا اياه، وي لاف ان او اس. بدي اتشكر الاساتذه اللي درسونا من اول المدرسه لهلا، خصوصا اساتذه هاي السنه اللي هون جد تعبوا معنا، واكيد رح نشتاق لحصصهم ورح نشتاق لهم. بحب اشكر مدرستي، معلميني واصحابي اللي قدروا بهالظروف الصعبه حتى وان ما كناش قادرين نداوم بالمدرسه يخلقوا لنا اجواء مدرسه بالبيت. نحب نشكرهم على الذكريات، وبتمنى الخير بالمستقبل لكل اصحاب معلميني. بحب اشكر الجميع، بدي اشكر المدرسه، المعلمين، اهلي، كلهم داروا بالهم علي وساعدوني. بحب اشكركم كثير، وانا كثير استفدت منكم وبقدر كل شيء. بس بحب اشكر معلمينا على كل شيء سووا لنا اياه هاي السنه، لانها كانت سنه صعبه، ومع الاونلاين كمان، وسهلوا لنا الدراسه وعملوا كل شيء بقدرتهم انه يخلوها سنه سهله وحلوه علينا. IB was really hard for us. In general, it is something that requires a lot of effort and commitment and time management. And just like it was hard for us, it was also really hard for our teachers who were teaching IB for the first time. So I would like to say thank you to my teachers. And one of my fondest memories of NOS has to be in the art room. You know, as an IB graduate, as an art student, anything and everything happened in that art room, and I've created some lifelong memories in there. So it'll be definitely one of the things I'll most miss about NOS. أهلي وأساتذتي وصحابي على كل شيء إنه ساعدوني فيه وكل شيء عملوا لي إياه عشان إنه أوصل لهاي المرحلة. بحب أحكي لكل الخريجين مبروك، واسم المدرسة رح يضلوا معنا، إحنا خريجين الوطنية الأرثوذكسية. بحب أشكر المدرسة كتير والمعلمين، عن جد تعبوا معنا وأهلينا تعبوا معنا، يعطيهم العافية. ومبروك لكل الخريجين، والأرثوذكسية دائما بتضلها معنا، لما نتخرج رح نحملها معنا. وgood luck للكل. I hope everyone has bright futures are surrounded with good people. بحب أشكر المدرسة على دعمها لإلنا، وبحب أشكر المعلمين اللي تعبوا معانا بالظروف الصعبة الأونلاين وكل إشي، وبحب أشكر أهلي كثير على كل إشي عملوا لي إياه، ولزملائي الخريجين ألف مبروك، وإن شاء الله تكونوا بالمناصب اللي أنتوا بدكم إياها، تحاولوا اللي بدكم إياه. الإشي رح ناخده معنا من المدرسة اللي هو التعاون والروح الرياضية. أحب أشكر أساتذتي اللي درسوني من صف أول لصف 12، ولكل المعلمين اللي دعموني، وطبعا بشكر أهلي إنهم دخلوني هاي المدرسة اللي كثير حلوة، تعرفت عليها ناس كثير محترمين وقريبين لإلي. وراح اشتاق للكافيتيريا. بدي أشكر أهلي والمدرسة والأساتذة كلهم عشان الإكسبيرينس حلوة هاي كلها اللي مرينا فيها. بدي أشكر كل الأساتذة اللي درسوني هاي السنة وتعبوا علينا كلنا، ويعطيكم العافية ورح نشتاق لكم. وبحب كتير هلأ أشكر الأهل، كتير ساعدونا هاي السنة، وبدي أشكر الأساتذة عشان تدري تعليم الأونلاين كان وليتها كتير صعب، بس هم بشكر إلهم صار أسهل علينا كلنا. بشوف حالي وصلت محل بالحياة، قاعد على سطح، قاعد بحكي لأولادي كيف كانوا السنين بالمدرسة، التجارب الحلوة اللي مرينا فيها، كيف ساعدتني هاي التجارب أصير الإنسان اللي حكونه هلأ وبعد 10 سنين، وحتكون يعني الحياة إن شاء الله تمام، حتكون الحياة حلوة. وبحب أشكر كل المعلمين وأهلي عشان يحطوني بهيك مدرسة، والمعلمين عشان التجربة الحلوة اللي سووا لنا إياها بالمدرسة، وشكرا. الإكسبيرينس هاي اللي كانت معانا آخر 12 سنة كان من أحلى إكسبيرينس بكل حياتي، ومستحيل ترجع تنعاد، مع إنه هاي السنة كان في صعوبات، والسنة الماضية أجت كورونا، بس يعني مشينا بالأونلاين، وإن شاء الله الجيل الجاي بعدنا ما يقصر بالسنة. بحب أحكي عن أكثر إشي فادني وطور لي شخصيتي بالمدرسة اللي هو نادي الدراما، وعرفني على ناس جد مستحيل أنساهم، وأصدقاء رح يضلوا معي لآخر عمري، وهو من أحلى الأشياء اللي عملتها بحياتي وبهاي المدرسة بشكل عام. أكثر إشي رح أشتاق له هو أصحابي والأساتذة، لأنه كانوا زي أهلنا التانيين،
بس صحابي جد رح اشتاق لهم لانه كل واحد هلا خلاص رح يروح على بلد وما رح نشوف بعض لفتره كثير طويله، فهلا بس بدي اعمل اكثر ما بقدر ميموريز معهم. الاشي اللي رح احمله من المدرسه واللي تعلمته من المدرسه اني اعرف قيمه اخطائي، سواء ب مع اصحابي ولا بالمدرسه ولا اي شيء ممكن يعمل شخصيتي احسن. ف اي ثينك هذا الاشي رح يستمر معي. حابة احكي انه كتير ذكريات حلوة كانت في المدرسة وكتير بتعز علي هاي المدرسة، وان شاء الله يعني بعد 1000 سنة مش 10 سنين رح اضلني احب هاي المدرسة ورح اضل عندها ذكريات كتير حلوة في قلبي وفي عقلي، وجد ما رح انسى هذا الاشي. مع هاي ظروف صعبة مع كورونا فكرنا حالنا رح نضيع ورح نكون متشتتين كل الوقت، ما يعني ما كناش عارفين شو بيستنانا وهيك، بس المدرسة وقفت جنبنا وساعدتنا بكل طريقة كانت تقدر انها تساعدنا فيها، وحتى النشاطات اللي كان مفروض نسويها هاي السنة مزبوط ما سويناها بالطريقة اللي بدنا إياها، بس المدرسة حاولت بكل قدراتها انها تخلينا مبسوطين وتخلينا نسوي اللي بدنا إياه. مع هيك تخطينا هاي المرحلة وكانت هاي السنة كتير حلوة مع انها كانت اونلاين، بس هم عملوا كل اشي عليهم عشان يخلوها سنة غير إلنا. كسينيور يير ما يعني اوكي كان فيها فروقات عن السنوات الماضيه، بس المدرسه حاولت تشيل كل هاي الفروقات وتبدلها باشياء حلوه ما راح نتذكرها لقدام. بدي اشكر اهلي لانهم فوتوني على هاي المدرسه الارثوذكسيه، كانت تجربتي بالمدرسه كتير حلوه راح اتذكر كل حدا فيها، وبدي اشكر المعلمات والاداره كلياتهم على هالسنه الصعبه اللي كانت علينا بس تجاوزناها بفرحه. أشكر المدرسة والمعلمين والإدارة على كل اللي عملوا لنا إياه هاي السنة والسنين الماضية. طبعاً شكلنا بهاي المدرسة ذكريات رح تضل معنا للمستقبل ونضل تضلها معنا نحكيها قصص لأولادنا وكل إشي. I want to thank the إدارة and the teachers for helping me through this hard time of Corona because it was really hard for us to concentrate and they really helped us through everything. بدي أشكر أهلي والأساتذة على وقفهم جنبنا بهاي الفترة ودعمهم من كل النواحي لنوصل لهاي المرحلة. I want to thank all the school and all the teachers for helping us to gain this experience in this school. وعشنا جد أحلى memories. We had lots of support from everyone. وساعدونا to build like a strong personality to نقدر نعيش إنه حياة لقدام. وبدي أشكر خصوصاً المعلمات اللي اضطروا يمروا بهاي المراحل الصعبة ويعلمونا أونلاين، ويعني تخطناها بفضل الإدارة بفضل المعلمات، ويعني عن جد ما قصرتوا. أحلى إشي بالمدرسة عشته صحبتي مع صفي وصحبتي بالأساتذة وعلاقتنا الطيبة. بحب أشكر معلميني وأساتذتي وأصحابي اللي وقفوا معي، وفي ذكرياتهم بالمدرسة ما رح أنساها رح تظلها معي طول عمري. أكثر شيء حبيته بالمدرسة الأساتذة اللي بدرسونا طبعاً علاقتنا بينهم كثير حلوة، وبحب أشكر كمان أصحابي اللي وقفوا معي دائماً. هلا بدي أحكي مدرستنا وفرت لنا جو وذكريات غير عن أي مدرسة تانية، رح تضلها معنا ذكريات رح تضلها معنا طول عمرنا. بحب أشكر مدرستي على كل سنين أعطتني فيها ذكريات وعلمتني. بحب أشكر كل زملائي وأصحابي وكل والأساتذة كلهم، صراحة ما صليش غير سنتين في المدرسة بس كانوا سنتين كثير حلوين. بحب أشكر فريق المدرسة برضو كنت في جزء من الفريق وسوينا بطولات منيحة وشكرا. بس حابب أشكر المدرسة وأساتذتنا اللي وفروا لنا بيئة دراسية بجو الكورونا بسرعة بكل التقنيات عشان يعطونا أفضل معلومة بأسرع وقت خلال هذه الجائحة. أشكر كل أساتذة وكل أصحابي هاي السنين الطويلة، كانت أحلى سنين بحياتي، وما بنسى حصة الأحياء من صف 10 كنت لصف 12 كنت أصحى الساعة 4:30 الصبح عشان أحضر الحصة. بس أطلع من المدرسة إذا ممكن أنسى إيش ممكن أحمل معي من المدرسة، ممكن أحمل حالي يعني لأني أنا بنيت شخصيتي بناء على عيشتي وتجربتي في المدرسة. أول شيء بتمنى لكل زملائي الخريجين التفوق والنجاح بحياتهم. بحب أشكر أهلي على تعبهم وجهودهم كل هالسنين وما زالوا رح يتعبوا معي كمان، وإن شاء الله بجيب علامة أفرحهم فيها وأرفع راسهم فيها. رح أحمل من مدرستي كل ذكرياتي من صف كيجي 1 كنت فيها لصف 12، وبحب أشكر كل المعلمين اللي وقفوا معنا وكل المعلمين اللي اجتهدوا وتعبوا معنا، والإدارة كمان عمال نظافة كمان كان لهم كتير دور كبير في حياتنا في المدرسة. الشيء بالمدرسة إنه علاقتنا بالأساتذة ما كانت مجرد علاقة أستاذ بطالب،
يعني دائما لما نكون مع ناس خارج المدرسة بنصير نحكي إنه عملنا هيك مع الأستاذ، عملنا هيك مع الأستاذ، صير يحكوا طب كيف إحنا، يعني نستغرب ليش ما تكون علاقتكم هيك مع الأساتذة. بحب أشكر المدرسة لكل السنين اللي طورتنا شخصيتنا وساعدتنا إنه نكون شخصيتنا اللي نكون جاهزين لنروح للجامعة ولنبدأ نشتغل بالمستقبل، وعلاقتنا اللي طوروها معانا عشان نصير أحسن عمالين بالمجتمع. وبحب أشكر كل أساتذة وراح نشتاق لهم كثير كل واحد فيهم. أكثر ذكريات كنت أحبها لما كنا نطلع مباريات برا المدرسة فولي، وأكثر إشي يعني مع الكل وذكريات مع الكل هون. وبس بدي أحكي إنه هاي المدرسة مستحيل أنساها، عشت تقريبا 14 سنة بهاي المدرسة وما قصروا أبدا. وأكثر إشي رح أتذكره الدراما كلوب وكل الأكتيفيتيز والسينجينج وجو المدرسة إن جنرال، الأساتذة والإدارة they're more like parents to us أكثر من ما هم أساتذة. وبحب أشكر المدرسة على الجو اللي أعطتني إياه وكل إشي، وجد لولاها ما كنت رح أكون أنا. بحب أشكر المدرسة على التعليم المتميز اللي أعطونا إياه بفترة كورونا، وإن شاء الله نجيب معدلات متميزة زيها. أول إشي بحب أشكر الإدارة والمدرسة كلها على البيئة اللي وفرت لنا إياها، بيئة متميزة غير عن أي مدرسة. وتاني إشي بحب أشكر أهلي عشان الدعم اللي بدعموني إياه بهاي الفترة، والأساتذة عشان حاولوا يغيروا لنا جو كتير بوقت الأونلاين ووفروا لنا بيئة تعليمية متميزة. إخواني وأخواتي الخريجين، أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق وسأشتاق إليكم. Je tiens à remercier nos professeurs d'être aussi nos amis, d'avoir bien ri et de partager avec nous les moments de joie ainsi que ceux de la détresse.